السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا تتم لي تقويم ودعم وتوليف تعلمات الصفحة 115 التمرين رقم 7. إذا ألف أرسم سي منقولة أ بالقرن 7 لليمين 3 الأسفل. إذا هنمشي 7 لليمين 1 2 3 4 5 6 7 7. إذا نهبطو بثلاثة 1 2 3. إذا غنسميوها سي. ب أرسم دي منقولة بي بنفس القرن 7 اليمين 3 أسفل. إذا 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3. إذا هذه دي. جيم أرسم القطعة سي دي. إذن سنرسم القطعة سي دي. دال أقارن بين قياسي طولي القطعتين أبي و سي دي. إذن هنا كيف ما كنلاحظوا باللي أبي قطعة أبي لها نفس طول ديال القطعة سي دي. ماذا ألاحظ؟ إذن AB كتساوي لنا CD. ماذا نلاحظ؟ نلاحظ أن الإزاحة مالها تحافظ على المسافة. Donc, on passe à l'exercice 6. Quels sont à Casablanca à les deux mois les plus humides? Donc, on a une température en degrés Celsius. Donc, on a darajat al harara. On a une précipitation et un saccotage en millimètres. Et donc, on a une température les deux mois لي بلو هوميد يعني اللي فيهم الرطوبه بزاف. يعني هنا بالنسبه للاعمده اللي بالازرق تمثل ماذا؟ التساقطات لي بريسيبيتاسيون. وهنايا الخط المنكسر اللي الخط بالاحمر كيمثل لنا درجه الحراره. اذا باش نعرفوا لي دو موا لي بلو هوميد غنمشيو نشوفوا اللي فيه تساقطات اكثر. دونك كيبان لينا هذا الشهر هذا اللي هو اس يعني سبتمبر وكيبان لينا اكتوبر. دونك Les deux mois les plus humides sont septembre et octobre. B. Les deux mois les plus secs, يعني الشهور الجافة يعني اللي فيهم درجات الحرارة مرتفعة. إذا قلنا هذا الأحمر هو اللي كيمثلنا درجة الحرارة. إذا هنا فين كترتفع درجة الحرارة في أوت وهنا كذلك في جويلي. دونك بي لي دو موا لي بلو سيك سون جويلي إي أوت. سي لي موا أو لا تمبيراتور ديباس 20 degrés Celsius. Donc l'achour li fait 20 degrés Celsius. Donc fin 20 ha hiya dan ghanrsmo bach nchoufo l'achour li fouq men 20. Donc عندنا عندنا جوان سي عندنا جوان اي جويلي وعندنا عندنا جويلي عندنا اوت اوت و حتى سبتمبر.
سبتمبر حتى هو فيه درجة الحرارة فيه 20 درجة. دونك سبتمبر l'exercice 8 sur un quadrillage identique, je réduis la figure suivante en divisant toutes ces dimensions par 2. اذا نديرو هذا الشكل هذا لا فيغور هذه غنديرو ليها صغير بمقدار 2 يعني غنقسمو هاد لي ديمونسيون هاد الابعاد كلهم على 2. اذا الى حسبنا هنايا 1 2 اذا هنايا عندي 2 هنا 1 2 3 هنايا 1 2 3 4 5 6 دونك هنا 6 هنا 1 2 3 4 5 6 6. اذا حنا غنديرو شنو غنديرو غنقسمو هاد سي ديمونسيون ونقسمو هاد لي ديمونسيون بار دو دونك هنايا عندنا 2 غتولي 1 هنا 6 غتولي 3 وهنا 6 غتولي 3 اذا 1 2 3 واحد اثنين ثلاثة هنا غنطلعو بواحد دونك هذا هو التصغير ديال هذا الشكل. دونك ليكزيرسيس نيميرو 9 une propriété se compose d'un stade de 5,25 hectares d'une prairie de 466 ar et d'un bois de 45 000 mètres carrés. Je calcule la mesure du l'air de cette propriété en hectares et en ar. Donc la propriété فيها ديال ستاد فيها ثلاثه المساحات 5.25 هكتار 466 ار اي 45000 متر مربع. بغينا نحسبوا المساحه الاجماليه يعني كلشي. اذا شنو غنديروا المجموع 5.25 نزيدوا عليها هكتار نزيدوا عليها 466 ار نزيدوا عليها 45000 متر مربع. اذا هنا خصنا نحسبوها بالهكتار. دونك شكون اللي غنحولوا هذه غنخليوها لان اصلا هي بالهكتار. دونك غتبقى لنا 466 ار خصنا نحولوها لهكتار و 45000 متر كاري خصنا نحولوها لهكتار. دونك 466 ار اذا هاد الار عندي كنحطو هنا في الديكامتر مربع. اذا هنا 6 خصني نحولها لهكتار. دونك ها هو الهكتار هنا ندير فاصله دونك 4.66 45000 متر مربع. فين المتر مربع هو هذا. دونك هنا غنحط صفر 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 45 هكتار غنحط هنا فاصله 5.25 هكتار 5.25 هكتار ونديرو عمليه الجمع. اذا غتعطينا هنا صفر صفر 6 زائد 5 11 كتبوا 1 احتفظوا بواحد 6 زائد 1 7 زائد 5 12 زائد 2 14 كتبوا 4 احتفظوا بواحد. هنا نديروا فاصله 4 4 8 8 9 و 5 14 دونك 14.4100 يعني هاد الصفر يمكن ان نحيدوهم 14.41 هكتار. دونك نكتبوا 5.25 هكتار زائد 466 ار زائد 45000 متر كاري ايكال 5.25 غتبقى هكتار زائد 466 ار غتولي لنا هي 4.66 هكتار زائد 4.5 هكتار. شحال لقينا؟ لقينا 14.41
41 هكتار. دابا خصنا نحولوها للار. دونك فين هو الار؟ هو هذا. هنا كانت عندي الفاصله، هنا غتحول، غتولي عندي 1441 و 1441 ار. ليكزيرسيس 10، جو ديسين لا فيغور او سيميتريك دو اف بارابور على دروات دي. دونك هنايا غنرسمو المماثل ديال الشكل اف بارابور بالنسبه لهذا المستقيم تي ولا لاكس دو سيميتري، دونك المحور التماثل. اذا غنحسبو، عندنا هنايا خصنا نرسمو المماثله ديال النقطه، ثم المماثله ديال النقطه، ثم هذه النقطه، ثم هذه النقطه، ثم هذه النقطه، وهذه النقطه، وكذلك هذه النقطه بالنسبه للمحور. دونك نبداو هنايا، عندنا كم تبعد؟ اذا بواحد، اذا هنا واحد، اذا ها النقطه الاولى هنا، واحد اثنان ثلاثه، يعني ثلاثه المربعات، واحد اثنان ثلاثه. اذا ها النقطه الثانيه هنا، واحد اثنان ثلاثه اربعه خمسه سته سبعه ثمانيه تسعود عشره 11 12 13. اذا واحد جوج ثلاثه اربعه خمسه سته سبعه ثمانيه تسعود عشره 11 12 13. دونك هنا نشوفوا دابا هذه النقطه، هذه واحد جوج ثلاثه اربعه خمسه سته سبعه ثمانيه تسعود عشره 11 12 13 14 15. دونك واحد جوج ثلاثه اربعه خمسه سته سبعه ثمانيه تسعود عشره 11 12 13 14 15. دونك هنا، دونك كتبقى لي هاد النقطة، واحد جوج تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة تمنية. دونك واحد جوج تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة تمنية. دونك هنا غيبقاو لي هاد جوج نقاط، دونك كنحسبو هادي، واحد جوج تلاتة أربعة خمسة. دونك واحد جوج تلاتة أربعة خمسة هنا. هادي بشحال بعيدة على هادي؟ واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة، واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة. دونك واحد واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة. دونك هنا إذا نرسمو، نظرا لوجود الهاتف كنلقى صعوبة في الرسم. دونك هادي بحال هكا، بحال هكا. إذن هذا هو أ، أ مماثل إف، وهنا تقدروا تستعملوا نفس الألوان، تلونوا بنفس الألوان.